المجتمعات الديمقراطية لما كل شيء يحتمل التغيير عندها ننسف الأساس اللي بيقوم عليه الوجود البشري. أوضح، وهذه قضية كثير ما أكررها قاصدا من أجل أن تنغرس في أذهان الناس ويدركوا مسألة حساسة ومهمة. شوف، عندك جهاز تلفزيون مسحوب من الكهرباء، مسحوب من الكهرباء، قل لي أي قطعة في التلفزيون إلها معنى، وأي قطعة في التلفزيون إلها وظيفة وفيش كهرباء؟ لا شيء له معنى، فيش قطعة إلها معنى، فيش قطعة إلها وظيفة طالما فيش كهرباء. ماشي؟ الآن بشبك بالكهرباء، لما بشبك بالكهرباء بصير كل قطعة إلها معنى، كل قطعة إلها وظيفة. فالآن المجتمعات العلمانية التي لا تريد إنه الدين يحكمها، أنا بدي أسألها السؤال التالي حتى تشوفوا وين بتصير هذه المجتمعات، إلى أي مصير. اسحب الدين، اسحب الدين من حياة البشر، وبعد ما تسحبه زي ما سحبت الكهرباء قل لي أي شيء في الحياة إلها معنى. فلو إله معنى، فلو فاجأك إنسان وقال لك ليش بتعيش، اسحب الدين، وتجاوبوش على أساس الدين. إياك تجاوب، الآن بدنا نحاول نجاوب إنه يجيب بعيدا عن الدين. سألك ليش بتعيش، شو بتقول له؟ أنوخ أفضل الحياة ولا الموت؟ وطلب منك برهان، إذا قلت له الموت برهن له، وإذا قلت له الحياة برهن له. بجوز يقنعك إنه الموت أريح، والبشر بيعيشوا مشاكل كثيرة، ومعظم البشر كادحين، ومعظمهم عمال، وحياة وكد وتعب وذهاب وإياب وعرق وآلام. ليش؟ قالوا في النهاية بموت. طب ما دام في النهاية بموت، ليش ما اختصر الطريق واموت من الان وانتحر؟ اقنعوا. ولذلك كثير منهم لما بنتحر في الغرب بوصل لهالنتيجة، ليش ما انتحرش؟ اقنعوا. بعدين ليش اضحي؟ لما انا بدي اصفي تراب، ولما الانسان الحقير بده يصفي تراب، ونفس المصير، ما فيش فرق بين الترابات هاي والترابات هاي، اذا ليش انا بضحي؟ اقنعوا. بيخدعوه، بيقولوا له ضحي وانت بصير الناس تمدحك. ايه وانا بعد ما موت وصول تراب، بمدحوا منهم، وبصير اصوات مجرد. يعني انت لما تقول لي صلاح الدين، شو بيستفيد بالله صلاح الدين من صلاح الدين صلاح الدين صلاح الدين وهو تراب، وتراباته زي ترابات ايش كثير من قادة الصليبيين في عصره. في فرق بين الترابات هذول ترابات، فنمدح مين ومنذم مين؟ زي ما قلنا مثلا انا الان يفرضوا بدي امتدح هذا الجهاز واذم هذا، سبيت على هذا وما احتاج، شو يعني الفرق؟ او بالعكس افرقت. فليش بنضحي اذا طالما بنصفي تراب وفيش دين؟ ليش بنضحي؟ بعدين شو معنات اخلاق؟ وانا اللي اخترع الاخلاق، وليش بدنا نلتزم بالاخلاق وقتها من كلهم؟ وليش الديمقراطيه؟ وليش ما يكون القوه هي اللي بتحكم؟ وليش لاحظين؟ اذا كل شيء ينسف في حياه البشر اذا سحبت الدين. زي تماما لما بتسحب الكهرباء ما فيش اشي له معنى. ولذلك مرة بقيت اطرح على بعض الناس السؤال التالي، اقول له اسمع، في عندك واحد واقف على عمارة بده ينتحر، قبل ما ينتحر قالوا الناس استنى بدنا نحكي معك، قالوا معكم، وبدنا نبعث له اذكى اهل الارض يقنعوه ما ينتحرش، وطلع فيلسوف وبده ينتحر عن قناعة. صار كله ممتاز، بدكم يا ريت ما ينتحرش، قولوا لي لا ايش اعيش؟ مشان تعيش توكل وتشرب بوزه وشوكولاته. طب ما هي في المقابل كمان في اولاد ومشاكل ويا مره ويا جيران، واي من هون يا دكتور واثنان والله، وجنديه ومش جنديه ومصالع، وطول النهار شغل وبتعب وعرك، مش بيسمحوا لنا نتريح، قال بعطونا يوم في الاسبوع بيضحكوا علينا، بنكتشف انه مشان راجع الطبيب. الى اخي كله ما ينتهيش. بعدين بقول لكم مش انا بموت في النهايه؟ قولوا له طب خلينا نختصر هاللعبه هاي الحقيره، بدي اذكى اهل الارض يقنعوه ما ينتهيش، وذكروا انا خايف يقنعهم ينتهوا. الان اعطيكم صوره ثانيه،
واحد واحد واقف على ترسانة امريكا افرضوا انه كلينتون خطرت باله هالفكرة تبعتي هاي، وافرضوا انه هو اللي الان متحكم بالازرار، ازرار ايش؟ الاطلاق صواريخ الترسانة اللي بتبيد الارض كلها. هو ممكن ابادة الارض على فكرة في الان بيقولوا اسلحة نووية بتبيد الارض 15-20 مرة، يعني بيبيدوها وكمان بيردوا يبيدوها وبيردوا 20 مرة ماشي. فالان عند امريكا خليه يبادل مرة واحدة واضح. واجه هذا كلينتون بده يعص على الزرار، نفرضنا هيك شغلة بهالبساطة، وبده يبيد الكرة الارضية، وبعثنا له اذكى وفد على على وجه الكرة الارضية يقنعه ما يبدش الكرة الارضية، بيجي بقول ما اسمعه. شو غالبية الشعوب؟ بيقولوا له بتعاني. قداش في فقراء؟ اكثر الناس. قداش في مرضى؟ اكثر. قداش في ناس جائعين في افريقيا؟ كثار. قداش في ناس متنعمين؟ كلان. طيب هو انو افضل؟ نبيت هالناس ونريحها ولا نخليها تعاني؟ شو كيف بدهم يقولوا؟ يقنعوه. بده يعص على الزر. انا بدي ارحم هالبشر، يا ما في اطفال ميتمه، يا ما في مشلولين، عميان، مكرسحين، عمال زهقانين حياتهم. ماشي زوجات بضربهم زواجهم، ايه كلها مشاكل في افريقيا مش لاقين ياكلوا، بدهم صواريخ الكرة الارضية. قولوا لي شو بصير وشو الخطر لو البشر انفنوا؟ كيف بدهم يقنعوه؟ بقول لهم مش كانت الكرة الارضية ما عليهاش بشر في يوم من الايام؟ يقولوا له طيب شو ضر لو رجعنا زي ما كنا؟ شو ضر بعدين؟ واذا احنا وجدنا صدفة والصدفة الغبية اوجدتنا فرضا بشكل تنكيم الدين، ليش نستمر واحنا اذكياء بالتعامل مع الصدفة الغبية؟ وين رايحين؟ بفهموا بيجي بقول لهم اسمعوا، انتم بتبلوا قاعدين وبتشكوا طرق وبتغلبوا حالكم مش وبتبنوا دور وبتسكنوا جواها، ليش؟ قال عبين ما نموت. يعني نظل عبين ما نموت نترفع. طب موتوا والله لا يعطيكم عافية، وتتعبوا في شق الطرق وبناء العمارات وإلى آخره، وقالوا وعلموا أطباء وعلموا مهندسين وعلموا كذا وغلبوا حالكم. قال ليش؟ قال مشان عبين ما نموت نبقى متريحين. طب أنا بدي أريحكم. كيف بيقنعوه؟ حتى تدركوا تماما فيش مجال، الأساس العلماني منهار، ولذلك الشعوب بتنهار هناك. بيطلع عندك ناس، بيطلع عندك ناس بتستغرب، أنت بتستغرب لأنه أنت مبني غير. بتلاقي الإنسان فيهم، بتلاقي الإنسان فيهم بيجي عليك بدخل المحل من اجل 10 دولارات بقلت لك. احنا اذا واحد بده ينتحر لانه معوش مصاري بقول له ولك بنلم لك، ولك قديش بدك انت؟ لمه تنتحرش. لكن هنا بقتلوه ل10 دولارات. حتى في ناس انا بسمع قصص بعد ما يطلع المصاري معه بقول له ولك بس هالكاتة طق طق طقوا. انت هذا مش بشر. انت عارفين ليش مش بشر؟ لانه مش ما في الدين ما بيشتغلش في حياته. انت الموضوع بتحول لحيوان، بتحول لحيوان. ومش تظنوا انه هذا الكلام لواحد واثنين وعشرة واشكال والوان. عيادات الامراض النفسية هي العيادات اللي رائجة هناك عندهم. والانتحار برضو بتسمعوش فيه هون الا نادرا، وهون ممكن يكون فعلا مرض نفسي اكثر من شيء ثاني. هناك قناعات وليش ليش مش قادرين يجيبوا؟ ما فيش جواب لما بينشئوهم تنشئة بعيدا عن الدين. اذا انت مش بتبني قاعد مجتمع، انت بتهدم قاعد. انت بتقول له انه بدي اشك لك طرق وابني لك عمارات، ومش بتقول له ليش بعيش. انت فهمني ليش بعيش؟ مين انا؟ شو انا التضحية؟ ليش اخلاق؟ ولذلك لما بتقرأوا سفاح كذا سفاح كذا انا جاي عباله يقتل السمراوات، هيك مزاجه بتلقيه بقتل السمراوات. هذا جاي عباله يقتل الشقراوات، بقتل شقراوات. أنا بتقيه بيغتصب الأطفال وبقتلهم. أفلام فيديو رائج عندهم، ابن 40 سنة بجامع بنت 3 سنين، هذه بتكون عندهم مقبولة وبتفرجوا عليها. عندنا مش ممكن عقل بشري يتصورها، لأنك مبني بناء مختلف. لما بيجي في بعض برامجهم اللي بسموها الكاميرا الخفية حتى يوروك إيش شعبهم، وهذا من البرنامج اللي شفته، بيجيبوا الاشياء اللي رايتها وكانت تصور الكاميرا كيف الشعب بتصرف. قالوا لها امراه بتصير تنادي من الشباك وتستغيثي، بس يعني تمثل انها بتستغيث. فعلا
طلت من الشباك، الكاميرا مسلطة عليها وعلى الشعب المالك من الشارع، واللي مالكين عشرات ومئات مزدحم الشارع، صارت تصيح وتستنجد. أكثر ما أكثر إنسان تعاطف معها كان يتطلع عليها وهي بتصيح وظلوا مالك. هاي صورة. اثنين جابوا البوظة هناك، ما هو بآلات، خربوا حنفية البوظة وصارت البوظة ايش؟ تنزل بشكل مستمر، والناس مارقة وشايفوا البوظة ولا واحد قرب يجرب يسكر. وهم يصوروا جابوا بنت صغيرة، قالوا لها علموها كيف انه بتصير تبكي وبصير تمسك بأواعي هذا وأواعي يعني ملابسه، مشان ايضا البنت الصغيرة لما تشد ثوب واحد بس يخلص حاله منها وظل مارق. هذا هم بيطرحوا الصورة عنهم بهذه الطريقة. واذا بدنا نبقى نتكلم شيء عجيب، الانسان من الداخل فيش سلامة، مضطرب اضطراب عجيب. ولذلك تجدوهم اكثر ما بيعجبهم في الاغاني هي الاغاني العنيفة جدا. ليش؟ بدهم يعبر عن التناقض القائم، هو اصلا موفرين له كل شيء بس مش عارف ليش بعيش. وبالتالي اساس العلمانيات منهار. ولذلك لابد ان يكون الدين، ولابد ان يكون الدين مقنع على فكرة، لان الدين غير مقنع رجعنا بنفس الدائرة المفرغة. فلابد ان يكون الدين